اليوم الأربعاء 8 سبتمبر 2021 نحن هنا في منطقة المخا لزيارة الفريق رقم 20 والفريق رقم 21 مع مجموعة من الزملاء الخبراء، زيارة تفقدية لمتابعة سير العمل وكذلك لمتابعة الجوانب الفنية على الأرض. لا يخفى عليكم بأن الألغام معطلة للتنمية، فهي من المعيقات الرئيسية، فهي تعطل الطالب عن الذهاب إلى المدرسة والمواطن عن استخدام الطرق وكذلك الفلاح عن استخدام مزرعته وتعطل الناس عن الذهاب إلى مصادر كسبها وعيشها. كذلك الألغام أحد العوامل الرئيسية المعطلة لجهود إعادة الإعمار ومعطلة لمنظمات الإغاثة الإنسانية. من هنا ينطلق دور التوعية، فيجب تغيير مفهوم وسلوك المواطن في التعامل مع الألغام وأخطارها والمخلفات الحربية، وذلك بتثقيفهم وتعليمهم وعقد ورش العمل عن طريق مؤسسات الدولة الرسمية، عن طريق المدارس وكذلك المؤسسات الدينية.